يا هلا مرحبا فيكم وين ما كنتوا تتابعونا، حياكم الله عبر قناة اليو تي في من خلال هذه التغطية الخاصة، تغطية خاصة ومميزة. كيف ما تكون مميزة وهي ذكرى مولد خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. احنا راح نكون متواجدين معكم خلال هذه التغطية. هاي التغطية راح نكون هي ذكرى عطرة نستغل فيها أنه نتذكر فيها الأعمال العظيمة والقيم والمبادئ اللي جاء فيها سيدنا المصطفى. طبعا راح يكون موجود معنا خلال هذه التغطية أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة بغداد الشيخ الدكتور سيف الدين المعايشة. يا أهلا ومرحبا فيك معنا شيخ، وكل عام وأنت بخير والأمة الإسلامية بخير. يا أهلا وسهلا وحياكم الله تعالى، وأسأل الله تعالى من خلال هذه الذكرى العطرة وهي ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعم الخير والفرح والسرور على قلوب المسلمين جميعا وفي بلاد المسلمين جميعا بإذن الله. طبعا بداية احنا ذكرنا انه احنا نستغل هذه الذكرى العطرة مثل ما ذكرت حضرتك، انه احنا نسترجع القيم والمبادئ اللي حثنا عليها النبي بالبداية. فبداية احنا نكون هاي الاحتفالية اليوم نكون هي شيء بسيط ممكن انه احنا نستخرج من عندها القيم والعبر اللي ممكن انه احنا نستفاد منها. نعم، لا يخفى على حضراتكم ان مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو ليس ذكرى عابرة، بل ان النبي عليه الصلاة والسلام في مولده الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم هو انتقال من ظلم الى نور، وانتقال من مرحلة الى مرحلة. نعم. فولادة النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر ولادة للبشرية جميعا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فبولادته عليه الصلاة والسلام جعل للبشرية ضوءا آخر وأفقا آخر ونورا آخر من خلال شريعته السمحاء التي تضمنت أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومنهجه وتعامله مع البشرية جميعا. فهو ليس حكرا على المسلمين فقط صلى الله عليه وسلم، بل هو على جميع البشرية، بل وعلى العوالم جميعها صلى يعني الله عليه وسلم. طبعا احنا اليوم قاعد نتكلم عن الاحتفال وطرق الاحتفال، طبعا هي اختلفت طرق الاحتفال على مدى القرون كلها. شلون اليوم احنا نقول وصلنا لهذه طرق الاحتفال اليوم اللي تختلف، شنو هي الاختلافات اللي قاعد نشاهدها اليوم؟ حقيقة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ يعني مساحة كبيرة في ساحة الفكر الإسلامي. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من احتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام، وربما يعني يسأل السائل كيف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كل يوم اثنين، فحينما سئل صلى الله عليه وسلم لماذا تصوم يوم الاثنين، قال هذا يوم ولدت فيه، وكأنه يقدم الشكر على ولادته، لأنه يعلم بولادته صلى الله عليه وسلم هو منهج حياة للبشرية جميعا. استنتج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والجيل الذي جاء من بعدهم والأجيال المتعاقبة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه صلى الله عليه وسلم إنه فرح، والصوم لابد هو يدل على الفرح ويدل على السرور، لأنه عبادة قرب إلى الله عز وجل. فلذلك بدأ الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الاستنتاج ومن خلال هذا المنطلق والمرتكز الذي ارتكز عليه جمهور المسلمين. لا شك أنه الاحتفال بين من يشرع وبين من يمنع، ولكن الاحتفال اختلف حقيقة. سابقا كانوا يصنعون الطعام ويفرحون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن البيئة اختلفت والأفكار اختلفت. الآن نحن في زمن الحداثة والمعاصرة، فلا ضرر أنه نحتفي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ونستغل هذه الذكرى ببث رسائل، ببث منهج النبي عليه الصلاة والسلام، خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نجعل من احتفال النبي عليه الصلاة والسلام منطلقا للبشرية جميعا، إننا نحمل رسالة السلام والأمن والأطمئنان. جميل. طبعا أنا راح أستوقف على النقطة الأخيرة أنت ذكرتها اللي هي نقطة الخلق.
الله سبحانه وتعالى ذكر الرسول ووصفه وإنك لعلى خلق عظيم، فكيف إحنا اليوم ممكن مثل ما ذكرت نستغل هاي الذكرى لنحيي فيها بعض الصفات والخصال اللي الرسول كان يمتلك عليه الصلاة والسلام وتكون موجودة اليوم ونطبقها في حياتنا ولو جزء بسيط من حياتنا؟ لا شك ولا ريب، مدرسة الأخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأخلاق عليه الصلاة والسلام، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هي أصلا الأخلاق موجودة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بتعاملاته بتصرفاته بخلقه صلى الله عليه وسلم أعطى للخلق رونقا جميلا آخر. يعني وبالأخير إحنا إذا قمنا باتباع هذه الأخلاق راح يعني تكون حياتنا أفضل، لأن مثل ما ذكرت حضرتك هي بالأخير لقيم الإنسان. نعم القيم هي كذلك، هي هو بناء الحضارة، بناء حضارة الأمة وبناء قومومة البشرية لا يكون إلا من أساس الأخلاق. ومن أفضل من سيدنا محمد يكون معلم البشرية عليه وسلم، والذي وصفته سيدتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها حينما سئل عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن وكأنه قرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا مستمرين معاك، ولكن مشاهدينا العراق يحتفل في مولد ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت العادات والتقاليد على مر العصور. خلونا نتابع هذا التقرير عن طريقة الاحتفال وتزيين البيوت والطرق والمؤسسات، نتابع هذا التقرير. الحمد لله جئنا من الموصل الحبيبة إلى بغداد السلام، بغداد التآخي والوئام، لنحتفل سوية بمولد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. فلشهر ربيع آية لم تزل كبرى، به أطلع الرحمن في ليلة بدرى، تبدأ ونور الحسن فوق جبينه، فنور فيه الأرض والسهل والوعرة. نعم شاهدنا بغداد ما شاء الله تصدح بمولد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، محبتهم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تفوق كل شيء، وهذا دليل على مدى محبة هؤلاء الناس الطيبين للحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. صارت مبادرات جدا هوايه من جميع المناطق، الناس حضروا، عندك قلت لك من الموصل، عندك من الانبار، فعاليات صارت، فعاليات شعريه، اناشيد دينيه، العوالم تحضروا ومتهيئه، بالاخص اهالي العظميه قاعد يوزعون ها من الكيك والشربت والاكل الى اخره، ها يوزعون بصوره غير مباشره بحبهم للنبي محمد عليه الصلاه والسلام. حقيقة كانت أجواء جميلة جدا ورائعة، وكل سنة نحو التطور والأفضل، يعني أنا أناشيد دينية والفرقة ما قصروا جزاهم الله ألف خير. مناسبة كريمة علينا وعلى أمة محمد إن شاء الله، وهي ولادة الإسلام كله، ونتمنى يعني تصير أحلى، يعني بغداد وكل مناطق بغداد تصير مثل هاي العظمية. يعني والله يعني إحنا أول مرة هيك مسرح وأغاني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وناس يعني أكثر بالعظمية، يعني قلت لك جايين من الشعلة وجايين من البياع وجايين من التراث، وأكو جايين من يعني من غير مناطق بعيدة. يعني شكرا للزميل علي مروان على هذا التقرير اللي شفنا فيه مشاهد الاحتفال. طبعا نستكمل معك شيخنا، بداية احنا نشوف انه هاي الاحتفالات اللي موجودة هي بالاخير توحد المجتمع، شو ممكن انه احنا اليوم بوجود هكذا احتفالات تكون تدعيم للمجتمع اكثر؟ حقيقة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يحصل فيه اجتماع، وعادة الاجتماع يكون فيه انتفاع، فجرت العادة في احتفالات مولد النبي عليه الصلاة والسلام
تستذكر فيها السيرة النبوية، يستذكر فيها منهج النبي عليه الصلاة والسلام، يستذكر فيها أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى ذلك، من خلال هذا الاجتماع يحصل الانتفاع للجميع، يخرجون برسالة واحدة هي فهم الإسلام وذوق روح الإسلام المتمثلة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني نقدر نسميها أنه الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو المرتكز الأساسي للسلم المجتمعي في العراق وفي جميع بلدان المسلمين، وخاصة نحن اليوم نعيش ظروف صعبة ونعيش بأمواج متلاطمة من الأهواء والأفكار التي تريد أن تمزق وحدة الشعب العراقي والصف العراقي وصف المسلمين جميعا. فمولد النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر ركيزة أساسية لانطلاق مشروع السلم المجتمعي وكل الاحتفالات التي تخص مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو الهجرة النبوية أو الإسراء والمعراج ورمضان. جل الاحتفالات والمناسبات التي تختص بالإسلام هي منطلق للوحدة، ولنجعلها منطلق للوحدة الإسلامية ومنطلق للأمن والسلام والطمأنينة. هذه كلها تعتبر رسائل للمجتمع وتطمن المجتمع المسلم وحتى تطمن الشعوب الأخرى في هذا المجال. نعم، طيب احنا دائما نعرف انه رسالة الرسول هي السلام، عليه الصلاة والسلام هي السلام، وبالتالي احنا اليوم ذكرت نقطة جدا مهمة اللي هي السلم المجتمعي. نعم. اليوم كيف انه احنا نقدر نبدأ من خلال الاحتفال وتكون هاي مبادئ موجودة عندنا نكمل فيها باقي حياتنا تكون أساسية؟ شنو هي الركائز المهمة اللي المفروض تكون موجودة على مود تكون ملازمة لنا خلال حياتنا؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس ذكرى عابرة، يعني أنا مو يعني يحل علي مولد الذكرى وأحتفل ليوم أو يومين أو ثلاث أو لشهر ثم أعود إلى أمور مثلا ليست هي لها من أصل من هوية الإسلام أو مشروع الإسلام أو منهج الإسلام أو مرتكزات الإسلام. لا، المولد النبي نعتبره هو تجديد العهد وتجديد الحب وتجديد الوصلة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنجعله منطلق لفهم ذوقيات الإسلام. كون النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع الثاني بعد الله عز وجل، حينما يجتمع أهل بلد بكل أطيافه بكل جزئياته مذاهب قومياته يجتمعون لأنهم هم كلهم متفقون أنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكونوا رحماء فيما بينهم. ولذلك قالها النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو سيد الرحماء صلى الله تعالى عليه وسلم، ورسالته هي رسالة الإسلام ورسالة الرحمة ورسالة الطمأنينة والأمن والسلام. احنا بالأخير نقول طبعا لازم تكون ديمومة الاحتفال بأخلاق الكريمة اللي حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، واحنا دائما نذكر انه لازم ذكرى الرسول تكون موجودة. نعرف أكثر عن أهمية الذكر وذكر الرسول الدائم خلال الحديث. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقطع عن أي حال منا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ترك لنا إرثا عظيما بكل مفاصل الحياة. في كل مفصل من مفاصل الحياة النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا فيه رسالة، فمن استغنى عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقد خسر الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه قطعا النبي عليه الصلاة والسلام هو الباب الموصول إلى رضوان الله عز وجل. لا يستطيع أحد أن يتحصل على رضوان الله عز وجل إلا من خلال باب النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع منهجه، اتباع سنته، السير على خطاه صلى الله عليه وسلم، السير على ما كان يفعل من تصرفات. هذه هي الموصلات الحقيقيات التي تحقق السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن تجرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا خسر الدنيا والآخرة، فهو الباب الموصل، ولا بد أن يبقى حيا في قلوبنا. لا
لابد أن يبقى المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره عليه الصلاة والسلام وروحانيته الشريفة صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون متحققة في كل قلب مسلم، وإلا قطع باب الرجاء. فعلا طبعا نعم. عليه الصلاة والسلام دائما هو موجود مثل ما أنت ذكرت في قلوبنا، وإحنا دائما نحاول نكون، ولذلك يعني أولا وقاطعك شعار هذا المولد في هذا الاحتفال في هذه نعم. السنة الذي أطلقه ديوان الوقف السني جزاهم الله خيرا، اختاروا شعارا رائعا: النبي صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا. فعلا في كل سنة هنالك شعارات تطلق: محمد قدوتنا وغيرها، لكن هذه السنة كان الاختيار على شعار محمد صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا. فعلا هو حي في قلوبنا وكذلك حي في جميع قلوب المؤمنين. اليوم احنا قاعد نشوف الاحتفالات موجودة في بغداد، وشفنا تقرير عن هذا الموضوع، ولكن الشعوب كلها والأمة تحتفل بطريقتها الخاصة حبا للرسول، لأنه هو مثل ما احنا قلنا هو موجود في قلوبنا. راح نتابع هذا التقرير عن الاحتفال ولكن في دول العالم. الأهل العراق طقوسهم في يوم المولد النبوي الشريف، واللي تتمثل بإشعال الشموع على أبواب البيوت وبالشوارع، مع أعداد طبخة خاصة لهذا اليوم واللي اسمها الزردة. تزدان الشوارع برايات باسم النبي، وتنتشر الاحتفالات عادة بالأماكن المقدسة. في مصر تزهر الشوارع بالحركة، وتنصنع تذكارات الخاصة بالمناسبة، تكبر الجوامع باللحن المصري المعروف، وتقام جلسات المدائح النبوية والإنشاد. أما في تركيا فتقام الجلسات الصوفية الشهيرة، وتطلق الحناجر الأناشيد والمدائح النبوية، وتتزين الجوامع ذات الأيقونة التركية الواحدة، ويتعالى ذكر النبي في كل مكان. بالأردن يزداد بيع الحلويات والتذكارات الخاصة بالمناسبة، وتزيد حركة الأسواق لتبضع كل الأيقونات اللي تحتاجها البيوت للاحتفال بمولد النبي. في تونس الحلوى الخاصة بالمناسبة يجي وقتها، ويتبادلوها الناس فيما بينهم، وتكبر الجوامع بذكر النبي وآلة، وتتزين الشوارع. في باكستان حلوى ومشروبات في الشوارع، تكبيرات في مآذن الجوامع، ولافتات تهنئ العالم الإسلامي والإنسانية بمولد نبي الرحمة. في لبنان الشوارع تهنئ المارة بهذه الذكرى، والجوامع ترفع اسم النبي بالصلوات والتسليم، والاحتفالات المنزلية وبين الحارات تعكس فرح هذا اليوم. في أندونيسيا طعام هذا اليوم المميز يوزع على الناس، ويحتفل شعب هذه الدولة المسلمة الرسالة اللي وصلت بلادهم من نبي عربي بعث من أرض بعيدة. وهكذا لا يعرف الاحتفال بمولد النبي حدود، فالمسلمين يؤمنون بقول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شاهدنا الاحتفال حول العالم، كيف الكل يحتفل بمولد سيد الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا احنا رجعنا معك، ولكن وصلنا تقريبا لختام هذه الفقرة تحديدا، احنا نريد كلمة أخيرة توجهها للشعب العراقي بما مر عليه كثير من الأمور. اليوم وجود ذكرى فرح مولد النبي عليه الصلاة والسلام هي ذكرى جميلة، فإحنا نريد كلمة توجهها للشعب العراقي. والله حقيقة أولا أهنئ الشعب العراقي جميعا بكل أطيافه وتفصيلاته وجزئياته بحلول مولد شهر ربيع، وبحلول مولد خير البرية صلى الله تعالى عليه وسلم. أهنئهم بهذا الشهر الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لهم الوصلة والحب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أوجه كلمة لأبناء هذا البلد، أقول: لنجعل من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا للرحمة فيما بيننا، وأن لا نجعل لحظوظ الآخرين من أهل المكر والخبث والعياذ بالله أن يكون لهم سبيل في حياتنا، ولا أن يكون لهم موطئ قدم لكي يفرقوا كلمتنا ووحدتنا. لنجعل من مولد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أن يفرح بنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، فعلينا
أن نسير على خطاه صلى الله عليه وسلم، أن نجعله حيا في قلوبنا، وأن نجعل الرحمة والسلام والأمن والإطمئنان والمودة بين أطياف شعبنا. ونسأل الله أن يحفظ هذا الشعب الكريم، وأن يحفظ هذا البلد، وأن يحفظ جميع بلدان المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. طبعا شكرا لتواجدك معنا الدكتور الشيخ سيف الدين، كانت معلوماتك جدا قيمة، أثرت هذا الحديث العطر بمولد سببنا بلقائكم، ونبارك لكم هذه القناة وهذا المشروع الطيب المبارك. شكرا لكم مشاهدينا، احنا مستمرين معاكم مثل ما ذكرنا، حب الرسول دائما في قلوبنا، ابقوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره صاب ولاح على السماء البيت نور ولاح على
وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب لقد وضعته وهاجا منيرا لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا أبا الزهراء حبيبي أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا فما عرف الفصاحة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا فما عرف الفصاحة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا أريد السر لأبو إبراهيم أريد السر لأبو إبراهيم من جار من جار الغرامة والمدى مع دفقوف يا يابا من جار سكر باسمك يا طه القلم انجار امداد فوق لوح الكتاب. اليوم طبعا هو يوم فرح وسرور وسعادة الكل احنا قاعد ما نعرف شنو نوصف او نمدح فيه لمن نشتاق لرؤياه وشفاعته. اليوم ضيوفنا راح يكونون من النقابة النبوية واكيد على رأسهم الشيخ حسين الياخندي. يا هلا ومرحبا فيك معنا حياك الله يحفظك بارك فيك. صراحة جدا سعيدين بهذه الافتتاحية الجميلة وكانت فعلا بداية جميلة لهذه الفقرة. لو ناخذ بطاقة تعريفية عن الفرقة وعن أصولها العراقية اللي احنا شاهدنا أو لمسنا بعض اللمسات اللي موجودة اللي تحتوي اللهجة العراقية الخالصة فيها. كل أولا حياك الله وهذه القناة المباركة على هذه الاستضافة نشكرهم في هذا اليوم المبارك الذي يحتفل فيه كل محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرى ولادته عليه الصلاة والسلام. طبعا لكل دولة أو لكل بلد طقوسها الخاصة في كل المجالات ولأهل العراق يعني نكهة خاصة في مسألة الغناء عموما والإنشاد هو جزء من المدرسة الغنائية العراقية. ولكن لو نجي على المنقبة النبوية يعني حصرا بين قوسين هو هذا مصطلح قديم. المنقبة هو بمعنى ذكر فضائل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاد ملحن بلحن، فكانوا يفتتحون الجلسة بالكلام عن مولده صلى الله عليه وسلم كيف ولد، ولكن بكلام خلينا نقول مسجع يعني بسجع أو شعرا، ثم يلحنونه ويقرؤون بالطريقة البغدادية وبالأنغام البغدادية. احنا نحب يعني نكهة أهل بغداد أولا
احنا راح نتكلم، اريد اتكلم اكثر عن هذا الموضوع. ثم النكهات الاخرى اللي هي الجنوبيه حتى الشماليه نقدر نقرا بهذا. فبدايه نتكلم عن البغداديه بما ان انت طرحت الموضوع البغدادي. مصطلح بغدادي اي انتشر في بغداد، والموصل ايضا كانت لها فد يعني هم طقوسها الخاصه بس ما يسموها بهذا المصطلح اللي هو المنقبة النبوية البغدادية. طبعا إلها فد أصول يعرفها أهل الاختصاص، وتتكون من أربع فصول المنقبة النبوية البغدادية. أنت ذكرت شيء عن البغدادية. نعم. وفي قلتي بعد أكو طرق تختلف من احنا مثل أكو الطابع البغدادي اللي هو يمتاز بال 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 بالرقة بالأداء. عادة المدن كل إنسان كما يقول ابن خلدون في مقدمته يقول أهل المدن يكونون أرق من أهل الريف، فلهذا تكون ألفاظهم أرق وتكون طباعهم أرق، والكلام اللي يخرج منهم إذا شعر أو لحن يكون أرق من البادية. ولهذا اللهجة البغدادية يعني حتى لما نسمع الدول العربية يعني من يسمعون عندهم اللهجة البغدادية يعتبروها لهجة نازكة وخفيفة عليهم. ليش؟ لأن بغداد متعرقة في التمدن، دولة مدنية منذ مئات السنين أو تتجاوز الألف سنة، مسألة التمدن عند أهل بغداد، فهذا يعطي طابع رقة. أما بالريف يعني تشوفين أكو يعني ألفاظ مختلفة، نغم مختلف يدل على المكان الذي يسكنون فيه. يعني الشخص لما يربى بين بالبادية والإبل وهاي الحيوانات، فتكون مخيلته مختلفة عن مخيلة ابن المدينة. صحيح. اللي يربى في أجواء مختلفة. صحيح. عن أجواء ابن الريف. فالبادية إلها نكهتها وإلها أدائها وألوانها. والجنوب أيضا إلى ألوانه، والشمال أيضا إلى ألوانه. حلو. فكل واحد يختلف، والبيئة الجغرافية لها دور كبير في التأثير على الأداء. صحيح. النغم يعني. صحيح. طبعا هي الألوان مختلفة، ولكن يبقى احنا عندنا مثلا الأذان هو الأذان واحد، فمشاهدينا احنا عندنا تقرير عن الأذان اللي هو يكون قبل كل صلاة، نتابع هذا التقرير ونرجع من بعده. والدي انه كان مشجعني على هذا الشيء، وبعدين واحد من اصدقائي انه دائما يجي يتردد وياي للجامع نصلي سوا، فهو دائما يجي يستمع لي وهو مشجعوني على هذا الشيء. الاذان صار شيء مهم بحياتي، بيوم ما اذن احس انه صار فد نقص بهذا اليوم. أجرنا من النار بعفوك يا عزيز ويا غفار ويا كريم ويا ستار. بيتنا قريب عن الجامع، فأجي مشي أوصل للجامع أطب أسلم على الناس على المصلين، وبعدين أرفع الإذان وراها نصلي وأطلع عن البيت. يخلص هذا واجبي. تعلم الثاني هذا قلت لك الطريقة كلها تعلمتها من والدي. طبعا طريقة الإذان التم إنه أول شيء أجري الجامع، أفتح الجامع إذا كنت أنا موجودة والخدم يفتحوا قبلي، أفتح المايكات مال الإذان، أصعد على المحفلة أذن، وطبعا مو كل المقامات أعرفها، يعني أعرف المقامات القليلة يعني من الكورد والهايم والأكثر شيء من الإنترنت، يعني تعلمته كنت ادور باليوتيوب وتعلمت منه.
عرفت عن بكر عن طريق والدي الله يرحمه. كان والدي مؤذن في جامعة أبو حنيفة و يعني صارت علاقتنا قوية لأن هو جارنا وتعرفت عليه همنا. بعد والدي توفى هو مؤذن بالجامعة، هو يقيم بينا الصلاة. يعني قبل من كان أبويا ممكن إنه أقدر أتركه، بس بعد وفاة أبويا يعني كان يوصيني إنه أبد لا تعوف لهذا الشيء. يعني قول حتى أقدر أحاجج رب العالمين إنه خليت ابني مكاني أو بهذا المكان، إنه حثيته على عمل الخير على أي شيء هذا اللي كان يقصده هو والدي. جد في سيرها فلست تلام، جد في سيرها فلست تلام، وهذا المقام. نحن في حضرة الرسول حضور، نحن في مولد الرسول حضور. هذه يقظة وإلا منام. يا رسول جئتك سعى قيدتني الذنوب وهي عظام. يا رسول الإله إني محب لك والله مغرم مستهام. يا حبيب الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام. لك فاه كل الفصاحة فيه شهد وسكر ومدام. بني الإنسان بشراكم نبينا بالعدل جاكم، بني الإنسان بشراكم نبينا بالعدل جاكم. إذا سرت على شرعة تكون الجنة مأواكم، تكون الجنة مأواكم. بني الإنسان بشراكم بشراكم بهالرحمة، هذا رحمة
بشراكم بهالرحمة عليكم أنعم الباري بعز نعمة شكروها وذكروها وهالنعمة لا تنسوها شكروها وذكروها وهالنعمة لا تنسوها ولجلها الباري رعاكم لجلها الباري رعاكم بني الإنسان ما شاء الله. طبعا من خلال الكلمات فيها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم. فيها مقامات كذلك احنا قاعدين نشوف المقامات اللي موجودة وهذا النغم او المقام دشت ولامي هو يعتبر من اكثر المقامات العراقية وصولا للاذن العربية. والسبب يعني سبب في انتشار هذا النغم هو ناظم الغزالي الله يرحمه لأنه وصل هذا النغم وبدأت العرب كلها يعني تستذوق هذا النغم بسببه رحمه الله. حتى أن الملحن محمد عبد الوهاب لحن أغنية على هذا النغم وهو عراقي بحت خالص يعني هذا اللامي. بالنسبة للمدارس النغمية بطريقة عامة المدرسة المصرية لها أنغامها المختلفة لها أنغامها المشتركة معانا اللي هي المقامات الرئيسية وأكو شيء احنا نتفرد به وأكو شيء هم يتفردون به وكذلك المدرسة الشامية المتمثلة الآن في سوريا أكثر ما غيرها اللي هي حلب ودمشق والمدرسة العراقية وعندنا المدرسة اليمنية اللي الخليج تقريبا يستقي منها كله اللي هي أيضا مدرسة إنشادية أصولها. المدرسة البغدادية تمتاز بوفرة الأنغام ووفرة المقامات الموجودة. مثلا عندنا المخالف مثلا هذا نغم بغدادي يعني خاص مثلا أنا أريد أسمع شوي لا والله 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 يا عيوني شمس المحاسن بوجهك ساطعة عذراء والغصن في ميلتك يشكو النوى عذرا واصل محبا ولا 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 تبدي لنا عذرا يا برحم فؤادي الذي ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف خفاك الطير في جنح المذلة شرف يا سيد الحاز يا سيد الحاز فوق الجمال الشرف مثلك تجيب النساء ولا تمت عذراء هذا المخالف يعني يختص بأهل بغداد
وإلا تسميات مختلفة بالنسبة لهم. طبعاً إحنا المقامات كثيرة واللي يمتاز فيها بغداد كثيرة، ولكن الفن بشكل عام هم عندنا فن مختلف بالإضافة إلى المقامات، عندنا فن الزخرفة اللي هو كذلك راح يكون موجود معنا بتقرير خاص. نتابعه ونرجع لكم. وأنواع الخطوط الكوفية والخطوط اللي هي المعروفة الآن اللي موجودة بالساحة، هي الخط الثلث والإجازة والخط النسخ وخط التعليق أو النص تعليق. حب النبي موجود في العراق وفي كل البلدان، طبعا حب النبي ومدحه موجود عليه الصلاة والسلام، وانت ذكرت موجود يختلف طريقة الاحتفال والمدارس من مصر كل إلى يستقي من بيئته. نعم، نتكلم أكثر عن هذه المدارس. نقول مثلا مصر يعني بلد متعرق في المدنية أيضا، فمدارسها أيضا مختلفة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندهم الإنشاد المدني اللي هو المصري القديم اللي تمثل بشخصيات معروفة بالنسبة لأهل الاختصاص كإبراهيم الفران وطه الفشني وغيره وغيره من الشخصيات، وعندهم الإنشاد الصعيدي اللي هو شلون عندنا احنا الريفي اللي متمثل بالتهامي وغيره من المنشدين. واغلب المغنين القدامى المصريين كانوا منشدين بالاصل، ثم بعد ذلك يعني احترفوا الغناء. على سبيل المثال للحصر يعني ام كلثوم كانت منشده. نعم، فعدها فد انشوده من كانت صغيره تاديها عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون مناسبه للجلسه. يعني تقول: تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، بشهر ربيع ازدانت أزاهيري وأورادي، بشهر ربيع ازدانت أزاهيري وأورادي، بسيرته وحضرته، بسيرته وحضرته شدت أوتار أعوادي، وغنى الركب والحادي، تجلى. أجواء الاحتفال إحنا قاعد نشاهدها موجودة بشوارع بغداد وببقية المدن، واليوم كذلك إحنا موجودين من خلال شاشة اليوتيوب بهذه التغطية الخاصة. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وكذلك شكرا للفرقة اللي كنتوا معنا اليوم، أسعدتونا صراحة. وأنا ختام أريد يكون مسك مشاهدينا مع الفرقة، فشكرا لكم وختامها معكم. بسم الله. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، نبي الرسالة بحر الصفا، نبي الرسالة بحر الصفا، اللهم صل على المصطفى، المصطفى نبي الرسالة بحر الصفا، نبي الرسالة بحر الصفا. ومن أعجب الأمر هذا الخفا، ومن أعجب الأمر هذا الخفا، اللهم صل على المصطفى نبي
الرسالة بحر الصفاء، نبي الرسالة بحر الصفاء. ألم ترى أن المحبين لا لم ترى أن المحبين لا يرون النعيم بغير الجفاء، يرون النعيم بغير الجفاء. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، نبي الرسالة بحر الصفا، نبي الرسالة بحر الصفا. وما في الوجود سوى واحد، وما في الوجود سوى واحد، ولكن تكدر لما صفا، ولكن تكدر لما صفا. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، نبي الرسالة بحر الصفا، نبي الرسالة بحر الصفا.